يا بسم الله خالتي، الله يرحم لك الوالدين خالتي، الله الله يخافك، يرحم لك، الله الله يجازيك يعطيك بخير الصحة. خالتي، الله يحفظك يا خالتي. زباب ديال المخبز عا كنسعى. انت هاكا طلبي خالتي؟ شكرا. شوف الانسان الصراحه، انت درتي معنا واحد الجيست اللي بزاف ديال الناس ما يديروش، ما عندهاش وطعم. كنتي ندخلوا لدارك انت كيفاش؟ انت ما عندكش وقلتي لنا انا خالتي بسم الله. انت دابا انت ما عندكش وقلتي لنا انك تعطينا. كاين الناس اللي كيفاش نشري الدواء ديال السلطان والكيشان. مرحبا اختي، مرحبا. مازال بزاف ديال المغاربه غيعاونوك. شوف حنا جينا عندك اليوم باش نبينوك المغاربه باش يعاونوك ان شاء الله. السلام عليكم الخوت. هاد الدار اللي كتشوفوا هنا هاد الناس هادي محتاجه المساعده. واحد المراه مسكينه عايشه مع وليداتها جوج واللي هما كبار ومعاقين، الاعاقه الذهنيه كتعرفوا بلي انا خصهم بزاف ديال المساعدات. صيفطنا واحد السيد باش اليوم نشوفهم الكرم والجود ديالهم، غادي نقول لهم بلي حنا محتاجين المساعده، نشوف كيفاش غيعاونونا، ومن بعد ان شاء الله غادي نعطيهم واحد 2000 درهم على الجود وعلى الكرم ديالهم، رغم انه الانسان خصو يعاون خوه المسلم. راه بزاف ديال الناس محتاجين المساعده في المغرب. كرهناكم تعاونونا، تساندونا، تبارطاجوا هاد الفيديوهات للناس اللي غيعاونونا. تبعوا الفيديو حتى الاخر الله خلاص. اليوم نشوفوا هاد الناس هادو ان شاء الله خوتي الاعزاز. بارطاجوا الفيديو خوتي الاعزاز. قريب كي دايره خالتي؟ السلام عليكم خالتي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ واش مزيان خالتي؟ احوال طيبه خالتي. حنايا مشي ولاد هاد المدينه كنا دازين على بالنا هاد البرار، كنت لفنا وسط لبنا ما لقينا ما ناكلو خالتي، وكندورو على هاد الناس اللي هنا عارفينهم ساكنه يعاونونا. كاين اللي عطانا 20 درهم 20 درهم كل واحد. باش نرجعو بحالنا للمدينه، نرجعو بحالنا، بغينا عمل ناكلو خالتي. راه فينا الجو سيدي، مرحبا اللي عندي قبلتو عليا. قابلين اخاتي باش ما نقسم المقابل. قسم الله نعطيه ليكم. الله يجزيك. اجيبين انا راه كنحشموا والله كنحشموا. اجيبين انا ولكن عايشين شي كاس ديال اتاي وشي خبيز. اجيبين والله ما اجيبين الله يجزيك. اخر الله يسلمك اخاتي. اهلا اهلا. الا كان شي كاس ديال اتاي ولا شي خبيز اخاتي. والله خالتي راه باش تحمل الطلاب وانا نزرد غير. السلام بخير خالتي. هاني الحمد لله. يا بسم الله خالتي، الله يرحم لك الوالدين خالتي، الله يرحم لك، الله يجازيك بخير خالتي. الله يحفظك خالتي. هي زباب ديال المخبز عا كنسعى. انت هاكا طلبي خالتي؟ هذا طلبي. شكون تيصرف عليك اخالتي انت؟ صرف عليا حتى واحد، انا كنمشي نطلب. عندي مرض السرطان. راجلك كاين ميت؟ ما عنديش راجل، عندي جوج وليدات معاقين، دراري حمقين، واحد هو معايا وواحد راه دالع تيدور مسكين. تيدور مسكين راه تيدور فوق الصبار، تيدور هك وهك، وهذا كيشرب واحد الدواء غالي عليا. هذا كيشرب الدواء هو قاعد تما في 15 يوم، وهو كيشرب الدواء هو دابا كياكل. كبكب لينا يا حسن. وانا ولدي راه ما عندي من الله يجازيك به. بسم الله ما كاين. هذا الشيء هو اللي كنتي غاتاكلي وتشربي به انت؟ ما عندي لا خضره لا والو، كل شيء غالي. كل شيء غلا. كل شيء غالي، كنجيب 100 ولا كنجيب 1000 راه ما كتقدنيش. كنجيب خبيزات وقهوه كحله كنطبخ بريق وتنشربها انت. جيتي على غفله انت لقيتي قهوه كحله وكتبكي. الله يجازيك بخير اخواتي. قلت شوف الحاله ما عندي حتى حاجه. دخلوا لعندك اخواتي. خالتي شوف، حنا واحد الناس اللي شوف، حنا مصيفطين عندك واحد الناس باش نساعدوك. حنا ما محتاجينش المساعده. شكرا على الكرم ديالك. شوف انت كرمتينا وجدتي علينا، حنا ان شاء الله نعطيوك واحد البركه بعدا. شكرا. شوف الانسان الصراحه، انت درتي معنا واحد الجيست اللي بزاف ديال الناس ما يديروش، ما عندهاش. كنتي ندخلوا لدارك انت كيفاش؟ انت ما عندكش وقلتي لنا انا خالتي بسم الله. انت دابا انت ما عندكش وقلتي لينا انك تعطينا. كاين الناس اللي كيفاش نشري الدواء ديال السلطان والكيشان. مرحبا خالتي، مرحبا. مازال بزاف ديال المغاربه غيعاونوك. شوف حنا جينا عندك اليوم
باش نبينوك المغاربه باش يعاونوك ان شاء الله. نقدروا ندخلوا لداخل نشوفوا شنو كاين. مرحبا خالتي، جيب الكاميرا طاوش. خوتي العزاز اليوم غنجيو نشوفوا هاد السيده هذه مسكينه، ها انت الحاله فين عايشه بعدا؟ شوفوا القطره. انا خالتي فين ساكنه؟ السلام عليكم. هو كي داير؟ بخير. لاباس عليك؟ مزيان. شوفي بخير. الله يحفظك ليا. انا جاي عندك، انا جاي عندك. ياه. هاني. الله يحفظك. الله يحفظك. انت هنا ساكنه؟ انا هنا ساكنه في هذا الغار ديال الطوبه. ساكنه بوحديتها؟ ساكنه انا وهذا الوليد حمق معايا، اعاقه ذهنيه. اعاقه ذهنيه. واحد دالع. تيدور مسكين. تيدور مسكين راه تيدور في القصبه. بحالو بحال هذاك يشبه له هو فوتوكوبي. مريض مسكين. مريض هذا. وليتو كاملين تتسامنين. هذا هو الدوال والبطيش هذاك ديال السلطان. دياول كادو. هذوك دياولي ديال السلطان ها. ديال. خل بلمش. هذا. هذا ديال الدري هذا. هذا ديال الدري ولدك؟ هذه 4200. باش تاخذي هذه؟ اه. منين تجيبي فلوس باش تقدري تشري هذه الدواء هذه؟ كندور على المحسنين وتنبوس الرجلين والله يكثر خيرهم الناس عيا وما يعطيوني عيا وما يشريو لي وهاد الشيء ما تيتقاداش، هاد الشيء مستمر. مستمر بزاف. مستمر بزاف، انا ما شربتش الدواء ما ندعش، عندي خنيشات كيديروا 4000 ريال. هما مخرجهم لي في سبيطار مولاي عبد الله. ياه. ها هو الكارني ديال مولاي عبد الله ديال السلطان. اندلس. إلا ما لقيتش كندور على الطبة هذه يعطيها لي بلاصتو، ذاك الدواء اللي كنشرب ديال الشينيو كيحرق عندي المرض هابط لي من راسي. راسي. حرق. عندي الولسيس في راسي وفي عنقي وفي بزاز لي بجوج، ها الولسيسة هي في غادة. كان خصني عاد الدواء ما كنلقاش الدواء باش نشريه. الدري خصو الدواء 8000 في 15 يوم. 8000 ريال. انت هكا طلبي خالتي. وانا عا كنطلب الناس قصاحو ما بقاوش يعطيو ما عندهمش الناس مقصحين. كنمشي ديك المخبزه كنقعد كنجيب ديك 300 400 ما كتكفانيش. الحوانت كلهم تيسالوني الكريدي. دور اولدي وتسول. مسكينة السيدة شنو تجيك مسكينة؟ هادي جارتي كتجي تقعد معايا انا مريضة كتجي تقعد معايا. ها لي ريمات ديال السلطان ديال مولاي عبد الله. ها لي ريمات ها انت الولسيس ها انت شتي؟ ها الولسيس عندي في العروق. راه دير كالجبال ما عنديش العمليه الحريق هذوك البزازل الولسيس الولسيس في البزازل كيما تشوفوا الكاميرا هذا ليرين شي الولسيس كل ولسيس من راسي في البزازل والحريق ما تنبردش من الحريق ليل ونهار تقولي للمغاربه اليوم هما تيتفرجوا كنقول للمغاربه كنقول لهم انا ما بقيتش نقدر نخرج نجيب لها الدري ما ياكل ونايضه بالزمني ما عنديش عليه من لوحو عندك العائله ياكل بزاف ما عندي لا عائله لا والو ما كيبغيوش حيت هو مريض كيضرب حماق تيضرب ما تيبغي حتى واحد هو تيبغي هذاك البلايصه قاعد فيها ما تيبغيش اللي يجي عنده وما تيبغيش عاد من نمشيو بحال المرض توحد وانا ولدي دابا مريضه ما بقيتش نقدر نمشي نخرج بنك ساكنه فين انت بوحديتك؟ وانا وياه قاعد في الماء في الماء قاعد شوف صبروا صبروا خوتي عزيز نوريكم واحد البلان اجي تبعني بكاميرا شوف 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 هنا شوف هنا راه ما يمكنش شوف 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 هذيك الطواليت الطواليت هذه الطواليت راه بدا حداها هذيك الطواليت عمرت هذيك الطواليت ثاني ناري ها الطواليت دابا دي نوري لو جا لاقادوس كتكب تما شنو هي دابا هذه؟ المرحاض من حدا الكوزينه شوف الناس قرب لي القاز ديال الفوق شوف هذا ولدك ياك السلام وسميك خويا هاني كلشي مزيان قول لي بغيت نسولك سول انت دابا كتحس براسك مزيان بخير هو هذاك شنو ناقصك فلوس فلوس شنو دير الفلوس ها شنو دير بالفلوس يبغي الفلوس باغي الفلوس باش تاكل تاكل وتشرب اه صافي هادشي اللي بغيت اه بغيتيش تعالج لا كيضرك شي حاجه كتضرك شي حاجه لا كيضرك والو ملي والو والو بغيتي تخدم ما والو علاش ما كتخدمش تهلا في الوالده ديالك تخدم عليها واه نزاب الله وخصك تخدم عليها وتعاونها وتساندها ونزاب الله هو هي وانا تخدم وتقاتل مع يا نوض دابا تنوض تخدم نوض تخدم دابا اصلي علاش ما غاديش تخدم انا نشوف تكتب لي القناه ديالكم ها قناه ادخل ديال فين نكتبها فيسبوك ولا في يوتيوب فيسبوك شنو عندك عندك يوتيوب عندك فيسبوك اه نعطيك كتب لي يوتيوب باش يبقى يتفرج هو الاول وي تقام تبعنا اصاحبي ها تقام تبعنا ولا سيرتي كونيكسي تشات كونيكسي سيرت كونيكسي ولي حاج شنو تقولي اخر كلمه للمغاربه نقول اخر كلمه للمحسنين والمسؤولين
والملك الله ينصره يشوف هاد الحاله ويجيو حتى لعين المكان ويشوفوني فين كنعيش. وانا الزمان غلبني وجاني المرض، ما بقيتش نقدر ندلع، ما بقيتش نقدر نخرج، ما كنلقى ما ناكل، ما كنلقى ما نصير، ما كنلقى باش نشري الدواء ديال كنشرب ديال الشينيو، الدواء ديال الشينيو كنشربو. مره كنشريه لعطوني المحسنين، مره كنمشي على الطب كيبدلوه ليا كيعطوني الدواء الله يكثر خيرهم والله يخلف عليهم، وكيديروا ليا لي ريمات من عندهم وكيعاونوني على هذا الشيء. الحمد لله باقيين. الا ما شربتش الدواء ما كنعش، عندي الحريق، عندي الولسيس عاطيني الحريق، ما كنعس ما كنشوفه. والطب مولاي عبد الله من 6 شهور كندير كيديروا ليا لا فيزيت، كيديروا ليا لي ريم. والولد خاصو الدواء شهريان، كل 15 يوم 8000 ريال. كل 15 يوم 8000 ريال. وما بقيتش نقدر منين نجيب هاد الفلوس، وما عنديش دابا حاليا ما عندي حتى درهم، باغا نمشي للمخبزه وما قديتش. حيت علاش اليوم كتعطيني انت درهم وغدا كتعطيها اليوم، وشحال قدك ما كيبغيوش. مره كيعطيك مره ما كيعطيكش. كنا رزقوا، كل نهار رزقوا الناس ما عندهمش. الخضاره كانوا يعطيوني خضيره، ما بقاوش تيقول لك حنا ما فكيناش حتى فلوسنا. سيري الله يعاونك، حنا ما فكيناش، الناس مقصحه، حنا ما فكيناش حتى راس المال ديالنا، بقى عاد نعطيوك انت الخضره. ما عندي حتى حاجه، راه واحد خيزو سالقاه في القويميله، راه وليدي راه في القويميله سالقاه باش نتغداو. هز حسين شوف ها انت وليدي، ها انت خيزو سالقاه وحاطه تما باش كيدور ياكل، ما كيحبش من الماكله. الدري خاصو وكوت الشعريه بالليل، خاصو البيض بالنهار، خاصو 10 البيضات الا بغيت نسلقهم له. الدواء ياكلهم وما يعقلش عليهم، باقي الكاشير ياكلهم وما يعقلش عليها. دابا البيض ولا 30 ريال باش نشريه له. كنسلق له خيزو وكندير له الملح وكنخليه له تما يدور ويلقن، ما كيحبش لما لقاش الماكله يهرس لي الطويب، لا غيضربني غيتكرفس عليا، كيبغي ياكل وانا ما عنديش، ما بقيتش قاده، ما بقيتش قاده نخرج، عندي المرض في راسي، في عنقي، في بزاز اللي كنسخف. عاش هكا وليدي دايزا بيموراجي، ما كنحبش، مريضه رانا بوراقي يا مريضه. المهم بالنسبه ل سمحي لي الله يكون خير يا خالتي. المهم خوتي العزاز قلب لي هنا، حيد يديك الكاميرا، سمحي لي يديك شي بالوالد. المهم خوتي العزاز، بالنسبه للناس اللي تبغي دير الخير، فحنا تنحاولوا اننا نقلبكم على الناس محتاجين للخير ومحتاجين للمساعده. واحد السيد اللي تيتمرح مع راسو في فيلا ديال 700 متر ولا ديال 1000 ولا ديال 2000 ولا 3000، بعض المرات تلقى عروض في مواقع التواصل الاجتماعي، هاد الفيلا هاوته ولا هاد القصر هاوته بمليار و800 مليون. اخر مره كنطلع ليا واحد الفيلا ما بقيتش نضحك، قال لك هاد الفيلا هادي هاوته بمليار و800 مليون. واحد السيد اللي غايشتري واحد الفيلا بمليار و800 مليون باش ينعس مرتاح، هاد الناس هادو تينعسوا في واحد البلايص اللي ما مرتاحينش، ما لاقينش ما ياكلوا. اذا انت خصك سكن عشوائي كما قلت يا خويا حسن، فاذا انت خصك خصك تفرش الغدا يوم القيامه ملي غتلاقى الله، غايقول لك راه عطيتك واحد الرزق، شنو درتي به؟ انت مني حطيناك في واحد الدنيا وعطيناك واحد الرزق، شنو درتي به؟ ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم ربي رزقكم بواحد الرزق، وهاد الناس هادو ما عندهمش مساكن، راه الدنيا هي هاد، واحد غني واحد فقير. علاش الله سبحانه وتعالى خلى واحد غني واحد فقير، واحد متوسط واحد نجار واحد قزار واحد تيبيع الخضره؟ علاش؟ باش يكون واحد انسجام في المجتمع. انت عندك خصك تعطي لواحد ما عندوش. انا تنبيع واحد الحاجه غتشري من عندي انت حيت ما عندكش، وانا غنشري من عندك حيت ما عنديش، وهي غاده وكل حاجه. داكشي علاش اللي عنده خصو يعطي اللي ما عندوش، حيت واحد النهار غادي تموت وتخلي كل شيء وراك. الا خليتي كل شيء وراك ومشيتي عند الله وقال لك ديك الرزق اللي عطيتك شنو درتي به، وقلتي له بلي كنت متبع به وخليته ورايا، راكم عارفين بلي ان الله شديد العقاب، وخا انه الله غفور رحيم. المهم خوتي العزاز، بارطاجوا هذا الفيديو، سمحونا الا طولنا عليكم، وتهلاو ليا فراسكم، تابونا في لاشين، بارطاجوا الفيديو مع اصحابكم، ونتمنى من الله اننا نكونوا خفافين عليكم خوتي العزاز، وتهلاو ليا فراسكم.